الناطق الرسمي باسم حاكم القصرين رياض النويوي أكد اليوم أن دائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أصدرت حكم بالسجن لمدة سنتين مع تأجيل التنفيذ في حق عمدة سابق من أجل جريمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية، كما قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق المتهم نفسه الذي أحيل على أنظارها في قضية ثانية على معنى المرسوم 54 حسب ما فسره المتحدث باسم محاكم القصرين. يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين كانت أذنت بالاحتفاظ بهذا العمدة شهر ديسمبر المنقضي من أجل التهم الموجهة إليه. بدوره كان والي القصرين قد قرر بعد الاحتفاظ بالعمدة المباشر لمهامه منذ ما يفوق الخمسة أعوام بإحدى عمادات معتمدية تيلا، قرر الوالي إعفاء المسؤول المذكور من وظيفته. في صفاقس وآخر أخبار الهجرة غير النظامية، أفاد مدير عام إدارة الهلال الأحمر التونسي بصفاقس والمكلف بملف الهجرة غير النظامية أنس الحكيم بأنه تقرر بداية من الأسبوع القادم الرفع من نسق الاستجابة للراغبين في العودة الطوعية من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في معتمديتي جبنيانة والعامرة إلى 400 شخص في الأسبوع. ووضح الحكيم اليوم في تصريح الوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذا القرار جاء ببادرة من المنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي بصفاقس، وأشار إلى أنه منذ أكتوبر 2023 استجاب حوالي 2500 من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في صفاقس للعودة الطوعية. أبرز المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية جلال الطبيب في تصريح اليوم أن الاستثمار الأجنبي المباشر شهد نسقا تصاعديا بعد انتهاء جائحة كورونا، حيث تم تسجيل حجم استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2221 مليون دينار خلال سنة 2022، ثم 2560 مليون دينار خلال سنة 2023، أسهمت في أحداث 14500 موطن شغل. وتوقع الطبيب أن يتجاوز حجم هذه الاستثمارات خلال السنة الحالية 2800 مليون دينار، وقال إن هذا النسق التصاعدي يدل على ثقة المستثمرين الأجانب في تونس وقدرة السوق التونسية على استقطاب المستثمرين الأجانب. وشدد الطبيب على أن مجال التكنولوجيا المتطورة على غرار قطع غيار مكونات السيارات والطائرات من أبرز القطاعات الجاذبة للمستثمرين، وبين أنه يوجد 3800 مؤسسة أجنبية في تونس منها 1560 مؤسسة فرنسية، وقال إنه فرنسا هي الشريك الصناعي الأول لتونس، تليها إيطاليا ثم ألمانيا ثم اليابان اللي تعتبر وجهة غير تقليدية لتونس حسب تعبيره. تونس تؤكد لدى مشاركتها في منتدى حوار الدوحة حول انتقال العمالة بين دول الخليج ودول الاتحاد الإفريقي الملتئم يومي 21 و 22 ماي في الدوحة بقطر على الالتزام ببناء شراكات فعالة في مجال التشغيل والتكوين المهني والمبادرة الخاصة حسب ما جاء في بلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني. وتهدف هذه التظاهرة التي يشارك فيها 8 دول من مجلس التعاون الخليجي و25 دولة من أعضاء الاتحاد الإفريقي إلى تعزيز التنسيق المشترك ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية اللي تواجه بلدان المنشأ والمقصد فيما يتعلق بانتقال العمالة الإفريقية إلى دول الخليج والأردن ولبنان، كما تهدف إلى بحث سبل إرساء منصة للحوار الدولي حول موضوع انتقال العمالة بين الدول الإفريقية ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان، وذلك لتعزيز يعني الجهود
في هذا للتعاون الإقليمي يعني وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في الغرف، إلى جانب أيضا تحسين ظروف العمل التعاقدي للعمالة الوافدة، مما يعود بالنفع على اقتصاديات الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة أيضا. النائب عن جهة الحمامات ياسين ميمي رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات وصناعة التقليدية بالبرلمان قال إنه أكثر من 30 يوم مضت على زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد لمعاينة التلوث والانجراف البحري اللي طال شاطئ الحمامات دون أن يجد جديد. وأضاف في تصريحه اليوم خلال يقول إنه خلال الزيارة سمعنا ولية نابل تتعهد لرئيس الجمهورية بتهيئة الشاطئ لاستقبال المصطافين قبل حلول موسم الصيف والسياحة. حل فصل الصيف وموسم السياحة ولم تتحرك السلطة الجهوية قيد أنملة. وقال إنه مدينة الحمامات قبلة سياحية أولى لسياح محليين وأجانب ومتنفس لأهالي المنطقة، فمن غير المعقول ترك الشاطئ على حاله دون معالجة محطة التطهير وتغيير مكان قنوات الصرف الصحي، فالروائح الكريهة لا تطاق خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن التداعيات الصحية لاختلاط مياه البحر بمياه التطهير. وكان نشطون في المجتمع المدني من بينهم الطبيب سالم الساحلي رئيس جمعية التربية البيئية قد أطلقوا منذ نوفمبر 2023 صيحة فزع محذرين من مخاطر كارثة بيئية تتهدد سكان مدينة الحمامات بعد أن أجروا تحاليل لعينة من مياه الشاطئ أثبتت وجود عدة فيروسات خطيرة قد تتسبب في عدة أمراض كالتهاب الكبد الفيروسي وشلل متأتية من مياه الصرف الصحي التي تصب في بحر الحمامات. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي شدد خلال اليوم الختامي للمنتدى الوطني لتطوير الصيد البري اليوم على أهمية الصيد البري من خلال مساهمته في تحقيق توازن بيئي بين الحيوانات البرية والكساء النباتي والأنشطة البشرية وما يحظى به من إحاطة تشريعية وردت في أحكام مجلة الغابات وخاصة في القرار الوزاري السنوي المنظم للموسم ليقبل عليه عدد هام من الصيادين، فضلا عن مساهمته في تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال توفير عدد هام من مواطن شغل موسمية وعدد هام من الليالي المقضاة بالنزل من خلال تنظيم حملات الصيد السياحي والعادي، مما يستدعي أن يحظى القطاع بمكان يليق به والعناية به لاستدامة النشاط العريق.